بلادنا اللي نعيشوا فيها ونحكيوا فيها في المسائل هذه. فما فصيل قومي كان يفتخر بانه عنده كتيبه في سوريا. فهمني؟ لا التو ما شفناش الاعلام سلط عليها الضوء. مش شبهه انه سافر، لا لا عنده كتيبه وبعثها لسوريا وجاهد بمنطقه هو طبعا منطقه بروجيات مع النظام السوري. واذا المسائل هذه راهي دقيقه وحساسه وماذا بينا ما نستبقوش القضاء وخلي نسمعوا كلمه القضاء. ابقى معايا ابقى معايا سي الحبيبه، اكيد انه كلامك باش الناس تتفاعل معنا اكثر على البلاتو. ناخذ خو وبنعطيكم الكلمه للناس الكل. ابقى معايا الزوز سي فيصل اللوز وسي حبيب ادريس. سي فيصل شقيق حبيب اللوز، على السلامه. على السلامه خويا. ما هي ظروف اليوم اللي تم فيها ايقاف شقيقك حبيب اللوز؟ حوالي معناتها السونار غير بوع معناتها 11:45 دقيقه جاوا لدارو وقالوا له معناتها حشنا بيك فرقه القرجاني عندنا تحقيق معك. باه شكون بالضبط اللي جاوا؟ قال له احنا فرقه القرجاني مجموعه بعد السيارات هما عدد سيارات امنيه. قال له احنا تابعين فرقه القرجاني بتونس. واضح التعامل كان جيد نتخيل، والا كان التعامل كيفاش كان التعامل الامني مع حبيب بلوس؟ التعامل لا كان تعامل عادي، انا قالوا تفضل معنا خرج معهم ديريكت. واضح ما عندكمش فكره على ما عندكمش فكره على التهم المتوجه له؟ واضح مليح بانه تسفير لان ما نجموش نلقاو حاجه اخرى. يمكن هو القضيه المجرد جاي قضيه تسفير، لكن انا نعتقد انه خويا معناتها الحبيب ما عنده حتى علاقه بالتسفير. قد يكون في يوم من الايام قال كلام بحماس على قضيه لانه معناتها غاضوا الشعب السوري والتقتيل اللي صار فيه والتفجيرات وش اسمه والطائرات اللي تقنبل على المواطنين وعلى الابرياء، فكان غاضوا شيء هذا انه الشعب السوري معناتها يموتوا منه مئات الالاف وهم يتفرجوا بعد اللي هي ثوره جات بعد الثوره التونسيه معناتها، فكان لابد من انه يساند الثوره السوريه لا اكثر لا اقل. سامحني لكن الكلام نتاع وقت اللي يسمعوا شباب تونس وقت اللي هو يقول كان جيت صغير راني مشيت سافرت الى سوريا وجهدت، معناها بالنسبه ليك انت كان رد فعل معناها في وقت معين. مثالش فهمتك شنو تحب تقول، الوقت ثوره والناس مامنا بالثوره السوريه والناس مامنا بالثوره الليبيه، هذا السياق. انا رجعت للفيديو وللتسجيل، هو اول شيء قالوا تقول شيء تبعثش اولادك، قالوا لا ما نبعثش اولادي، معناتها هو الاجابه قالوا كان اولادك ما عرفهمش سوريا، قالوا لا ما نبعثهمش. لا مش حبيب اللوز هذا، هذا الجلالي حبيب اللوز. انا معناتها حبيب اللوز قالوا انا اولادي ما نبعثهمش، لكن انا لو كان جيت صغير نمشي، لكن يحكي على انه يقول حيت متحمس، قال لي انا حقيقه شعب قاعد يموت والعالم كله يتفرج ومعناتها والنظام السوري يقتل في الابرياء ويقتل في المتظاهرين، فكان هناك حماس. انا ما قالش قالوا تبعث اولادي، قالوا ما بعثهمش. واضح. هو ما دعاش الشباب باش يمشيوا. ابقى معايا سي فيصل. هذا صريح.